مساء الفل، معاكم محمد يونس وفيديو جديد هنتكلم فيه بالتاكيد على الوضع والاحداث اللي دايره في الشارع المصري. هنتكلم بالتاكيد على اهم الاخبار في نادي الزمالك، كمان اهم الاخبار في النادي الاهلي، بعض المستجدات بالنسبه لطربات مارسيل كولر، قرار من وجهه نظري كارثي بالنسبه لمارسيل كولر، حط 6 لعيبه تحت الاختبار يعني لغايه فتره يناير، طبعا منهم اسم او 2 مفاجاه من وجهه نظري اقول لك ان شاء الله بالاسماء. عوده كمان محمود علاء بالنسبه لنادي الزمالك، والاعتماد طبعا كابتن معتمد جمال عليه في الفتره القادمه. كمان هنتكلم على حاجه مهمه جدا، ملف الصفقات بالنسبه للنادي الاهلي. النادي الاهلي بنسبه 90% هيحاول يخلص صفقه مدافع بالنسبه للخط الخلفي بالنسبه للنادي الاهلي كلاعب سيرد باك او سنتر باك او بلغه الكره القديمه طبعا لاعب مساك. تعال بقى نتكلم في اخبارنا. مارسيل كولر يا جماعه اتكلم مع كابتن خالد بيبو وكابتن محمود الخطيب وبعض اعضاء لجنه التخطيط، اتكلم ان في 6 لعيبه الراجل عمل عليهم تقرير هيبقوا تحت الاختبار لغايه شهر يناير. طب مين هم ال6 لعيبه؟ في منهم 3 4 اسماء معروفين وفي اسمين مفاجاه من وجهه نظري. اول اسم محمد كريستو، مع الرغم ان مارسيل كولر هو اللي مختاره الا ان اصاباته كثيره جدا 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 ودي معروفه، يعني كريستو انه يكون من ال6 ماشي. مين تاني؟ كريم نيدفيد، وبرده دي معروفه لان كريم نيدفيد بقاله فتره كبيره في حاله تخبط. ده اللي انا عايز اقوله، ان كريم نيدفيد بقاله فتره كبيره في حاله تخبط. طب مين تاني؟ اللاعب المميز من وجهه نظري صلاح محسن، اللي ظالم نفسه جدا 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 مع النادي الاهلي. طيب دي برضو الى حد ما معروفه. طب مين كمان من اللعيبه اللي ممكن يمشي؟ خالد عبد الفتاح، ودي برضو معروفه، خالد فتاح قريب جدا ان هو يمشي. طب مين الاسم بقى اللي من وجهه نظري اسمين اللي جايين دول مفاجاه؟ احمد عبد القادر اللي هو كان افضل لعيب السنه اللي فاتت، في احمد عبد القادر كان نجم الفرقه الموسم اللي فات، كان افضل لعيب في النادي الاهلي الموسم اللي فات. الاسم بقى المفاجاه من وجهه نظري وهيثير غضب رهيب، اكرم توفيق. مارسيل كولر يا جماعه مدرب عنده فكر معين، انا ما شفتوش بصراحه. اكرم توفيق افضل لعيب في مصر من وجهه نظري لو لعب كلاعب ميدفيلدر سنتر او رقم 6 او كلاعب باك رايت. انت عايز تمشي مين او تحط مين تحت الاختبار؟ لعيب هايل جدا 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 جدا، ولو لعب ال3 4 5 ماتشات الجايين دول هيتاخد في منتخب مصر. غريبه من وجهه نظري، كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. نطلع من القصه دي نتكلم في حاجه مهمه جدا جدا جدا، الا وهي الاتحاد الافريقي يا جماعه عامل طبعا مباراه زي ما بيقولوا لقدامه نجوم طبعا اللعيبه الافارقه. زي مين؟ زي كابتن احمد حسن، زي كابتن تريك، في عماد متعب، في عمرو زكي، في نجوم كتير من منتخب مصر ان شاء الله هيشاركوا في المباراه. المباراه ما تحددش يوم ايه، بس هي قبل بطوله طبعا امم افريقيا اللي هتقام في كوت ديفوار يوم 13 يناير. عايز اتكلم كمان في حاجه مهمه جدا، عوده احمد بيكهام. انا من وجهه نظري محمود المتولي اعلى بكتير من بيكهام، ياسر ابراهيم اعلى من بيكهام، رامي ربيعه اعلى من بيكهام، محمد عبد المنعم بالتاكيد اعلى من احمد رمضان بكام. مارسيل كولر محتاجه، مارسيل كولر عنده دماغ غريبه جدا جدا جدا، كمان عايز يمشي محمود المتولي ويقعد خالد عبد الفتاح. انا بصراحه يعني من وجهه نظري معترض كل الاعتراض على طلبات او على اختيارات مارسيل كولر. نطلع من القصه دي نخش على نادي الزمالك. نادي الزمالك جاي له قريب جدا في خلال الشهر اللي احنا فيه ده اكتر من 60 مليون جنيه بالنسبه ليه مستحقاته في البث التلفزيوني. طب غرامه نادي الزمالك عشان يفتح القيد عايز بالمصري 125 مليون جنيه. ان شاء الله الفتره القادمه نادي الزمالك يحاول يفتح او يحل ازمه القيد. عنده لعيبه مميزه جدا بس محتاج تدعيمات في نص الملعب، في الجانب الهجومي ناحيه اليمين ناحيه الشمال، محتاج لحد ما اكتر من لاعب، محتاج حارس مرمى مع محمد عواد. كل التوفيق ان شاء الله ليه الفرقتين. ده كان فيديو النهارده، لعجب الفيديو ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس يصلك كل جديد. انا محمد يونس، دمتم في امان الله.